رجعنا تاني للسكيلتون اللي احنا عاملينه عشان نبتدي نعمل له حركة. طبعا هو دلوقتي بيتحرك بطريقة طبيعية، ان انا ممكن لو اخدت الروت بتاعه وابتديت اتحرك بيه بالموف هيتحرك يمين وشمال. لو انا حبيت احرك الرجل ممكن اعمل روتيشن، تمام، حركة عادية جدا زي اي سلسلة، لكن مش الحركة الطبيعية الآدمية بتاعتنا. لو انا جيت خدت كده اي جزء هنا وجيت نزلت او طلعت هيتحرك كله مع بعض، لكن انا عايز احس بوجود مسطح الارض، وعايز ابتدي اعمل شوية هيبرز عشان اتحرك مع السكيلتون ده تساعدني لما اجي اعمل انيميشن، حركة مشي او حركة نط او حركة جري او اي حركة انا عايز اعملها، طبعا بشكل مبسط جدا. يعني اول حاجة احنا هنعمل حاجة اسمها الاي كي عشان نضمن ان حركة القدم بتأثر على الحركة. اي كي يعني inverse kinematics، يعني الحركة الشيلدرن هو اللي بيتحكم في وضعية البيرنت بتاعته. طيب بنعمل ايه؟ بنعمل سيلكشن على الفخذ، عظمة الفخذ، ونقول له انيميشن اي كي سولفر هاي اي كي سولفر، ويديني كده خط ابتدي اقول له انا عايز اختار الايه العظمة بتاعت القدم، وبعدين اكرر الموضوع ده بس وانا مختار عظمة القدم. هعمل كمان واحد اي كي سولفر واقوم واخدها من العظمة دي للعظمة الاخرانية بتاعتها، بقى في عندي اتنين اهم. نفس الحكاية هعملها في القدم الأخرى، هنا ما عندي حاجة ظريفة جدا. لو أنا جيت بعد ما عملت شوية السولفر والروابط دي وهي ادتني هنا بعض الاكسات اللي هي معناها ان في هنا اي كي، لو انا مسكت اي جزء منهم وجيت اتحرك هيبتدي يتحرك معايا بالمنظر ده، يتني الرجل. واخدت روت وحبيت انزل لتحت هينزل كانه واحد بيتني رجليه، يبقى انا كده اول خطوات اقدر اشتغل عليها. بعد كده هاجي اعمل، انا ممكن اعمل في الايد، وممكن اكتفي بكده مش محتاج ان انا اعمل في الايدين اي يعني اي اي كي، وافضل ان انا ابقى عامل الحركه بتاعت الايد اف كي لانها حركه بسيطه، اللي هو ان انا واحد بيمشي فهعمل روتيشن للعظمه بتاعت الساعد. انما لو انا محتاج ان انا هخلي الايد تمسك اوبجكت معين فممكن ان انا اظبطها عشان تبقى الحركه واقعيه، ان انا اعمل لها برضو اي كي عشان اشتغل عليها. طيب انا هكتفي بالاي كي سولفر هنا وابتدي اعمل الهيلبرز بتاعتنا، لكن انا عايز قبل الموضوع ده ان انا اقول له ان مجموعه الاي كي سولفر اللي هنا دول انا هضيفهم في لاير جديد، هعمل هنا لاير اكسبلورر واقول له اعمل لي لاير جديد، واللاير ده هنسميه اي كي او سولفر عشان اقدر برضو ان انا اشوفه لوحده وقت ما انا عايز، تمام. بعد كده هاجي اعمل الهيلبرز بتاعتي، هقوم عامل لاير جديد وهسميه مثلا شيبس او هيلبر زي ما انا عايز عشان هبتدي اشتغل عليه. انا هعمل دول عن طريق حاجات بسيطه جدا، ان انا هقول له كرييت شيب، مثلا هعمل مستطيل بس هرسمه من التوب حوالين القدم دي كده، اقول له خليه بس يعني بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بعد كده انا عشان اعرف اشتغل عليه فانا هخليه يبان enable in viewport، يبقى انا هقدر اشوفه بالطريقه دي. طبعا ممكن اشوف انا البادي بتاعي من هنا بتاع الشكل عشان اضمن
ان انا يعني هقدر اعمل سيلكت على الشيب ده لما يكون البادي ظاهر. كده تمام، يبقى انا ده كل اللي انا كنت عايزه. اخفي بعد كده البادي تاني، وبعدين اكرر نفس الشيب ده هنا تاني شيفت، واشتغل بالطريقة دي اهو. اوكي اهو تمام كده. انا عايز اربط الشكل بتاعي الشيب ده، فهقوم واخد السولفر اللي هنا بتاع الكعب واقول له لينك بالشكل ده. تمام اهو السولفر هنا، اقول له لينك بالشيب او الهيلبر اللي انا هتحكم بيه. ممكن كمان ان هعمل لينك للهيلبر او السولفر اللي قداماني بالسولفر بتاع الكعب، عشان اقدر هنشوف كده الحركة بتاعتنا. نقدر نعمل الحركة ببساطة. لو جينا بعد كده نشوف اهو، خدت الشكل ده هتحرك بيه اهو مفيش اي مشكلة. لو انا حبيت اعمل له روتيشن هيبقى بالمنظر ده اهو. تمام، لو انا حبيت اعمل روتيشن بالعكس هتنزل تحت، ودي لها حلول لكن احنا مش هنتعمق فيها. احنا هنقول على الشكل كده الطبيعي بتاعنا. ادي الحركه بتاعتنا، هنتحرك. لو حبينا نعمل الحركه هنعملها كده، وهيبقى ده الشكل بتاع الحركه بتاعنا. جميل. طيب بالنسبه للدراعات، انا هعمل هنا شيب برضو، هحط له مثلا سيركل كده نعملها. طيب من الفرونت اهو، هعمل هنا كده، وبعدين اقول له مثلا اداه الكتف، يبقى انا هعمل روتيشن هنا عشان اسف. انا ببني حاجة مساعدة، فانا بعمل حاجة رمزية. يعني انا مش شرط انك تلتزم بنفس الشكل اللي انا بعمله، يعني ممكن تعمل هي بس يعني جرى العرف ان يبقى الشكل بالمنظر ده، وبعدين ممكن المجموعة دي كلها تبقى جروب اهو، واعمل لها هنا انها تبقى الاين مع الكتف. خلاص ده الشكل اللي انا هشتغل بيه. ناخد بالنا بقى انا هربط ازاي العظمه بتاعت الساعد بالهيلبر بتاعها. ما ينفعش اعمل كونكت او لينك، لان لو عملت لينك هفصلها عن الجزء اللي هو عظمه الكتف. لكن ممكن اعمل حاجه بسيطه ان انا اكون مختارها، وبعدين هكون طبعا في الشيبس هنا، انا اسف، مختارها، مختار العظمه، وبعدين هقول له انيميشن كونسترين، حاجه اسمها اورينتيشن كونسترين، واقول له خد الاورينتيشن بتاعك من الايه الشكل اللي احنا عملناه. لكن طبعا لازم حاجه مهمه جدا اخد بالي منها، هي العظمه كده اتغير شكلها، لازم ارجع هنا وانا في الاورينتيشن وانا في الكونسترين ده اختاره. اهو الاورينتيشن، وهقول له كيب انيشال اوفست عشان يفضل بالشكل الطبيعي بتاعه. طيب دي عملناها، هنعيد تاني الخطوه اللي احنا عملناها دي ببساطه. انا بعد ما عملت الاورينتيشن، او نعيدها تاني كنترول زد اهو، انا عملت الشكل ده، باخد العظمه اعمل لها ايه انيميشن كونسترين اورينتيشن كونسترين، واقوم عامل لينك لها، بيديني كده خط اقول له بالشكل ده. بيروح هو ملخبط الدنيا شويه كده، اروح انا عند الروتيشن
واختار الاورينتيشن كونسترين واقول له كيب انيشال اوفست، فيقوم يفضل بنفس محتفظ بنفس الايه الوضعيه بتاعت الدراع الاولانيه تمام، او عظمه الساعد بتاعتي. يبقى انا كده خلصت الجزئيه دي. لو جيت خدت بعد كده حبيت اتحرك، هتحرك بالمنظر ده اهو كده، ادي الكتف اتحرك بالطريقه اللي تعجبني تمام. وبعدين لو انا جيت حركت من هنا اي حركه، رجعت كده لورا، ايه اللي هيحصل؟ ما زال الكتف مرتبط بالاورينتيشن من هنا، لكن الاورينتيشن بعدت. فانا هعمل كنترول زد وارجع كده واعمل حاجه بسيطه، اخد الاوبجكت اللي انا الهيلبر بتاعي ده واروح رابطه ب العظمه الروت بتاعتي عن طريق ان انا اقول له لينك هات لي ده كده بالعظمه الروت. خلاص كده بقيت انا لو حبيت احرك العظمه اللي هي الاصليه هتتحرك كده اهو، ولو حبيت اعمل ده كده هيتني كده. يبقى انا قدرت اعمل ربط للحركات بتاعتي بتاعت الدراع مع الوسط. هنعمل حاجه زيها هنا برضو نفس الحكايه، هدوس F ونطلع هنا هقول له اعمل لي شيب، كريت شيب سيركل اهي. كده هحرك ده اخليه بالمنظر ده كده، وبعدين اقول له قلت ايه مع العظمه دي اوكي، وبعدين هقول اربط العظمه، اختار العظمه دي واقول له انيميشن كونسترين اورينتيشن كونسترين ب الايه الشكل الشيب ده اهو. ونرجع هنا ندوس على الاورينتيشن ونقول له كيب انيشال اوفست. خلاص كده بقى عندي، وبرده هربط هنا دي بايه بقى؟ هربطها بالعظمه دي او اربطها بالعظمه، لا انا هربطها بالعظمه اللي تحت. هقوم اقول له دي كذلك تربط بالعظمه هنا تمام كده. وبعدين نبتدي نجرب الروتيشن اهي اهي. دي برضو ممكن تعمل روتيشن كده، لكن انا هقفل ده. ازاي نقفل الروتيشن بتاعتها؟ هنا هي انا بحتاج انها تعمل روتيشن على محور الزد بس، يبقى انا عايز اخليها ما تعملش روتيشن على اي حاجه تانية. هطلع على هيراركي واقول له لينك انفو واقول له لوك ان هو يعمل روتيشن اكس او واي كده. لو انا جيت اخترت دي وجيت اشتغل هيشتغل الناحيه دي، لكن لو جيت اعمل روتيشن كده مش هيلف برضه غير في الناحيتين دول اهو، اهي ما بيمشيش غير في ايه في ناحيه واحده من اي روتيشن فيهم تمام. وكذلك انا مش عايزه يعمل اي موف، انا هعمل هقفل الموف بتاع الاوبجكت ده، الاوبجكت التاني انا هقفل فيه الموف بس. طبعا هو الدرس ده تقيل شويه عليكم، لكن لو احنا جينا نبص على النتيجه اللي طلعت في الاخر، هقول مثلا ان انا هظهر البادي، هخفي البونز، ممكن اخفي السولفر، ومش هظهر غير الشيبس اللي هي اللي هتحكم بيها كده. انا هقدر هنا كان لازم ان انا ايوه كده اهو، هبتدي اشتغل بالطريقه دي اهو. تمام، لو انا حبيت احرك الرجل احرك من تحت مدام اي كي، نشتغل احسن بالموف، مدام اف كي اشتغل بالروتيشن.
تمام. طبعا لسه ناقص لنا هنا شيب عشان اتحكم في العظمه بتاعه الروت واتحكم في المجسم كله. هنشوف الحاجات دي وهنشوف التعديل بتاعنا في المره الجايه.